الو حبايب القلب، بيسعد اوقاتكم. معكم ريتشو وننوش. اليوم عنا ايش بك؟ ايش بالعالي طاوي؟ لا ايش في؟ اشوف انت مستلم الاعلان، لكن لانه اليوم الاعلان لبنوتين كثير حلوين وظراف، وقناتهم عن جد كثير حلوه، عباره عن تحديات. ما بصير احكي؟ لا ما بصير تحكي، هذا الموضوع للبنات لازم انا احكي فيه. ماشي. ليك بدي منكم حبايب القلب تشتركوا، انا مش بعرفكم انتم كفو على طول ما بتخجلونا. بدي الكل يروح يشترك عندهم بالقناه ويفعل الجرس ويحط بالكومنتات تشتركوا، انا مش لان احنا داخل قلبكم تعطون معنا. خليني اطش اللي بقلبي احكي رايي، انا مستبعد عادي، انا بستلم الحكي كرمال الله طش. كرمال النبي ايش بدي؟ ايش بك؟ خلص طش حبايبي، نحن بس عم نقول لكم روحوا ادعموا، بس عم نطلب منكم روحوا ادعموا فلان. نحن عم نطلبها عنا لكم كوننا يعني بتحبونا، للي بيحبونا نحن منمون عليكم، فعم نقول لكم دعمونا فلان. ليش بيجيني بالكومنتات بيقول لي ايش عم اشتغل عند الخلفك انا؟ ايش عم اشتغل عندك؟ لا ما عم اشتغل عندي. لا في واحد حط لي ايش عم اشتغل عندك انا؟ تم الغاء الاشتراك. يا اخي نبقيت اهلا وسهلا، بحطك بقلبي، وين رحت؟ بحطك بعيوني، بحطك بمعلقي الغليظ، ايش بدك؟ بتطلع عنا اهلا وسهلا، بتروح اهلا وسهلا، يعني اجنا لكم نحن بنعرفكم بتحبونا هيك، بتمنى تبيضونا وجهنا وتروحوا. هدول البنات بدنا اياكم توصلون لل 5000 بالضبط. اوكيشن ونحن متكلين عليكم، يعني عم نتعب والله، ابهلك بالمقالب عم بلعبوا لي باعصابي، نتعب بالايام، ساعدونا انتم كمان. حطوا لهم جيشيتشو ونوش، محتواهم كثير هيك شغل بنات يعني. الحناس يعني خليكم على جنب، بس بنات روحوا اشتركوا. لا لا خلي روحوا كلهم يشتركوا، محتواهم هيك. هلا بحط لكم الرابط بصندوق الوصف، ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم محتواهم يا رب. بس خلونا نوصل لل 5000 وروحوا اجمتوا فيا اليوم الصار فيا. يلا خلونا نشوف التحدي مع بعض. حبايب القلب ربي يسعد لي اوقاتكم، كيفكم؟ صباح. هلا رايحين ننوجع عبالها تاكل بيتزا، ماشي؟ وبنفس الوقت راح يكون تحدي، بس تحدي غريب يعني انه قدام العالم كله. تحدي راح يكون قدام كل العالم، العالم بدها تشوفنا، والعقاب كمان راح يكون غير شكل، كمان دغري بقلب بقلب المطعم. صعب صعب كثير العقاب لانه قدام العالم. نحن هلا هلا رايحين على مطعم معروف، يعني مطعم كبير وعن جد فيه عجب، فيه عالم يعني قد ما بدكم. ايمن من جيتو فاتح 24 ساعة، هلا رايحين لعنده وراح يكون التحدي قدام الناس كلها. خليكم معنا. شو ننوش جاهزة؟ جاهزة. إذا بتنسحبي راح يكون العقاب صعب. ما راح انسحب. لك أنت ما بتبطلي تحديني؟ لا. بالأكل لا تفوتي معي. قد ما لها جوعانة مفكرة حالها إنه هي بدها تكسحني اليوم. خليكم معنا لنشوف شو الترتيبة. حبايب القلب رجعنا لكم، طبعاً وصلنا على المطعم، مطعم جديد. إيه والله، مطعم جديد، خلص. جديد. يعني كتير جوعان، حسيت حالي كنت بدل البيتزا. رح ننزل على التحدي مثل ما قلنا لكم، ان شاء الله طلبنا البيتزا لنصف وصل، رح ناكل عن جد المطعم فيه كتير عالم، ما بعرف فينا ناكل. بدنا ناكل قدام العالم، بس ما عم سجل نصور العالم، بس عم تفرجوا علينا ايش عم نعمل. الله عرفتوا؟ فضحنا. وهلا اجت ناس سلموا علينا كمان انه انتم تيك توك، طبعا تيك توك يوتيوب كل شيء نحن من البتاع كله. علي صوتك مشان يسمعوني. يا حبيبي يا جماعة والله في عالم كتير هيك خجلاني، يعني ايش بدي اقول لكم؟ ايه ما خجلاني ايش بدي اسوي؟ والله بدها تتحداني بالبيتزا، مش انا بباكل انا ولا البيتزا، بدها تتحداني بالبيتزا، انا البيتزا القطعة تزلط زلط، عرفت شلون؟ قطعة بعملها هيك مثل ما هي، الله بتشوفها ما هي كلها. بس قصر معه اللي شاطر من الصين. والله جعت. لعادي الخدمات ما بيعرفني حلبيات، ما بدي بسرعة انا، يعني على السريع كل شيء على السريع. نعتذر على الضجيج حبايب القلب لانه عن جد مثل ما قلت لكم مطعم معجوب، ليك خليكم معنا لما يجي الطلبيه وبلش التحدي. نسيت انا عمي حلبي ايش بدي اقول لكم؟ بس جاع بدي اكل يا الله بدي اكل. انزلي شوفي انزلي يا باطل، انا بنزل بشوف الدعوه لك. يلا بدنا نرجع لكم. لك حبايب القلب الله يكرمك. والله لو طيب خروف محشي كان وصل، خروف محشي اشاره فيه. عن جد ناطرينه هلا ليجيب البيتزا. طبعا بعد مرور لازم نكتمله بعد مرور 16 ساعة. طبعا اللي بيخسر بالتحدي بده يقوم يقعد على طاولة فيها شباب وبنات، انه يعزم حاله. ايوه بده يروح يقول لهم
بدي اقعد مع عالم ما بعرفهم طبعا. اكيد هي رايحه تخسر هلا بقلب المطعم. العالم عم نحكي معكم بس العالم كله عم بتطلع علينا. الله وكيل. يعني التحدي هيكون كثير صعب عن جد. يعني الخساره عن جد فضيحه. خساره بتطفلي ما بقى. انا اذا خسرت بروح بنقي طاوله يعني مليانه بنات بروح ببرد. تخيلي انت حتى حالك محل يا بنت مثلا تقومي تعدي مع عالم ما بتعرفيهم يعني عاد ما كان على الطاولة. يعني أنا ردت فعله ما بعرف شو هاد. تروح لعنده تقول له معلش عاد ما كان على الطاولة. هلا قلبي أخسر يعني على الله. أنا والله والله أنا متبهدل. أنا قلت له خليه يصرخ بحبك ما رضي. لا لا إيش الفضايح هاي. إيش لا أروح عاد مع الجماعة أفضل. خلا داروا أشوف البيتزا خيو بابا تتحمل. دقوا مرتاح لحظة رجعت. حبايب القلب عن جد ما بعرف تحدي كثير قوي. انا متاكده اني راح اخسر لانه كل عادي. هلا بس خسرتي الطاوله اللي بقول لك عليها تروحي تعزمي حالك عليها. بتروحي عليها ماشي. وانا كمان بتختاري لي الطاوله اذا خسرت انا بروح عليها ما في مشكله. اكلناها عن جد. في شلاها حمد شلاها حمد بالكافيه اللي هون بمطعم كثير عالم وفي ضجه يعني في اغاني وكذا. بعدنا كنا غير اذا ما غيرنا الطاوله كذا مره. غيرنا الطاوله عم نروح على محل مشان نحسن نعمل تحدي طلب. يعني ما بحسن ابرم والله ما يشوفوني عم بصورهم بجوز متعصبين خيو من جماعه جسمه ما بيحبوا في عالم ما بتحب تطلع على الكاميرا يعني. فبس العين كلها هنا هلا التحدي قدامهم بده يصير. الله لا يبهدل. بس بدنا نحترم اللي حوالينا يعني اكيد اكيد اكيد. يلا خليكم معنا نشوف لبين ما توصل يوصل خروف المحشي. وصل العريس والعروس. انا فرطت ما عاد اتحمل بدي اكل. ايش بقيتهم تطلع فيني؟ يلا بدي اكل مت مت جوع. وين الكاتشب؟ هلا بده يخسر مثل ما قلنا لكم بيروح على طاوله وبيعزم حاله عليها. ماشي يا فرحتي تاني بدك كاتشب يلا ما بدك تفتح السفنه. حاج 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 ايش بدك انت عني يعني؟ ضيعتي طعمة البيتزا. طيب ايش بدك؟ لك لك مد. طيب روحي يلا روحي. عادة مقرمدة تقرمد هاي ايش قصة؟ ما الله سخن فضلوا خلي هو يقوم يقعد مع الجماعة شو رح اني عمر ما حدا وراه بعدين بلغ ايش هذا بصحنك لهون؟ نحن ايش بحب دورة؟ ايش عم ساوي كواج؟ ولا بيتزا هاي؟ فضحنا لك زمان ما انا فاكر ولو انا كل ساعتين باكل بس طلع العالم كنا نطلع فيه ليه ليه عادي طلعوا اهلا وسهلا تعوا كلكم كلوا معي تعوا هاي العالم تعوا كلكم كلوا معي هاي كلها عالم هونيك وين ما بتكون اهلا وسهلا طلعوا معنا على الفيديو. الزلمة الزلمة انصدم قال لي ايش بخبر حياتك ما لك هيك؟ عجبكم هيك؟ الله لا يبعد العدا. ما بدك خجل خي هاي الشهرة. هلا عمر حافي سبو شي
من عيونهم. الاكل بياخذ راحته بالنزله. هلا بنبلش. ما عاد بدك طب ليش؟ ما عاد بدك. يلا قومي قتلت نصها. روح اعزمي حالك على الطاوله. يلا يا الله والله عيب. غير التحدي. لا حرام انا مو مرتك. روح يا مرتي. عيب لانه مقصرتيني دكتور حميني. بس لا يوقع التركيز. ما بيوقع. يا طهر زول. ما بعرف والله عيب. تلاقوها حلوه اني اقوم اقعد مع حدا. اعزم حالي على الطاوله يعني. والله شي بيخجل. قومي. قومي يلا اعزمي حالك. طيب اعزمي حالك عند الجماعه هون يلا. الحمد لله. طلبي شيء. ها كل عين قوية يعني تطلبي شيء. لا مو لهدرجة الأكل. يلا لا أنا عن تفنن أقعد على الطاولة. لازم حالي ما تفنن أقوم أطلب شيء. طيب يلا قوم. تعرفون ديري ما بترجع عنك. ما بترجع عنك أنت يا أخي قوية. يلا روحي. آخذ كرسي من الطاولة كمان. لا لا في عندي. ما عندهم؟ ما عندهم كراسي جماعة. يلا شو مؤدبين. يلا هاي ننوش هون بدي اطلب شيء كمان كهان خجلي. يلا اطلبي. مو سمحتوا لها تقعد على الطاولة؟ انا اكلت بدي عصير وارجيلة. شو ارجيلة؟ ايه وزحام. لا ما في ارجيلة. يلا معلش متعشاوي. ما في. اخذت صحن البيتزا. اخذت صحن البيتزا وعم تعزم العالم عليه. بدل ما تطلب لهم بيتزا اخذت الصحن وعم تعزمهم. يعني انتوا اهل الكرم انتوا. شرطك طلبي لهم بيتزا. ايوه اخذي صحنك وعم تقولي لهم. كيف شي الصحن وتفضلوا شلون زبطت؟ طب ايش بدهم على حسابك؟ اكيد على حسابي ما عندي مشكله. ما لقيت طلبت 7 اب. جابوا لها 7 اب. ايوه ما لقيت. وايش كمان هنعمل؟ روحي على طاوله تانية. يلا لا لا في طاوله تانية بدك تصوري عليها. لا لا خلص خلص يعني الله يخلي لي اياها. والله لو مستلمك على جننك طاولي بالي. لا لا خلص عند ما خلص خلص يلا سامحناها يا جماعه سامحناها. يلا بنرجع لكم. خسرت التحدي. شوفوا كيف زعلانه. مثل ما شفتوا عزمت حالها على طاولة العالم يا عيب الشوم. لا وبتاخد صحن البيتزا وبتقول لهم تاكلوا وهي عم تاكل. طلبي لهم. عيب عيب. انتم اهل الكرم والجود. اي انتم شو بدكم؟ بطلب لكم انا ما بدهم شيء. قال طالبين واكلين وكل شيء. طلعوا قبلنا منيح يعني. قال طالبين واكلين وكل شيء. ما بدهم يصبوا لكم الشعور قديش مخجل يعني. طبعا لو ما انا جريئه وهيك يعني قلت لكم اماني وخجري يعني. هاي الشر بدها جرأه. لما ينجري اكيد ما بروح بعزم حي عند العالم. أيوة. يعني عن جد القصه كثير صعبه. المشكله ما بعرف الجماعه يعني. وعن جد منيح انه هن كثير مناح واستقبلوني واخذوني هيك بوجه حلو. اخذونا يعني الجماعه كثير كثير حتى طلعوا بيعرفونا يعني. اي بالضبط. عرفتوا كيف؟ وتحياتنا للجميع. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويعطيكم الف عافيه ويعطينا الف عاصفه. ايوه وايش اسمه الله يخلي لي اياكم ويديمني فوق راسكم. ها شو؟ لا لا يديمكم فوق راسي ويديمني فوق. يديمنا لبعض خيو. خلصوني. ربي يسعدكم. ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ارن لكم. كان ارن لكم انا مثل العاده. لك ضايع نسيت ابوس مشتركيني. تحياتي لكم حبايب القلب. سينا نبوسكم. دخيل قلبكم انا.